صباح الخير. انا بحب الخريف قوي، واعتقد ان هو احلى شهر او احلى سيزن، احلى موسم في السنة كلها. بحس كده ان الوانه جميلة ورائعة، ومش شرط ان كل الناس تحب الخريف، مش شرط كل الناس تحب الالوان اللي بتظهر او اللي بتميز فصل الخريف، وممكن في ناس تكون بتتضايق فيه، ومنظر الشجر لما بينفض ورق الشجر بتاعه يكون مؤذي بالنسبة له. في ناس بتحب البرد، في ناس بتحب الحر وما تقدرش تستحمل البرد أبدا. والاختلافات دي هي السبب في ان احنا قادرين على ان احنا نعمر الدنيا. علشان كده لما بيصادفني حد مختلف عني بفكر مش لازم كل مختلف وحش، ومش لازم كل الناس اللي شبهي كويسة. عادي، ممكن في ناس مختلفة عني لكن كويسين برضو، وفي ناس يمكن تبان ان احنا شبه بعض، ان احنا بنفكر زي بعض، ان احنا اخلاقنا واحدة، او ان احنا اهدافنا واحدة، لكن بالتعامل نكتشف ان احنا مختلفين. دي فكرة من الافكار اللي جاتني النهاردة وانا قاعدة عمالة ابص من الشباك بتاعي، لان هو ده بقى نافذتي الوحيدة على العالم دلوقتي. وانا بحب الخريف عشان انا بحس ان هدوم الخريف شيك قوي، الجواكت، الفترة اللي بلبس فيها جواكت الجلد اللي انا بحبها، الالوان ديب ريتش غنية، الوان عميقة، الوان جميلة، الوان اغلبها الوان الطبيعة. لكن مش هو ده اللي انا عايزة اتكلم فيه النهاردة. النهاردة عايزة اكمل معاكم اللحظات اللي بتكون فارقة في حياة الانسان، واتكلمت على موقفين او لحظتين او مرحلتين او حاجتين ممكن يحصلوا في حياتنا اللي حياتنا ما بترجعش زي ما كانت. اللحظة الاولى هي لحظة الفقدان، لما نفقد شخص عزيز علينا، شخص بنحبه، شخص مؤثر في حياتنا. اللحظة اللي عايزة اتكلم فيها النهاردة هي لحظة الاحترام او موقف الاحترام، ان شخص يحترمنا. يعني ايه؟ احنا بنتعلم لما بنشوف شيء بيحصل ونقلده. الكائنات الحية فيها غريزة جواها، ربنا سبحانه وتعالى خلقها بغريزة وبتستخدم هذه الغرائز لتبقي على حياتها. الإنسان هو اللي ربنا ميزه بالعقل وبالتفكر وبإن هو يلاحظ الفروقات ويستكشف الأمور، وجزء من استكشافنا إن احنا نشوف الآخرين بيتصرفوا إزاي ونشوف النتيجة، هل النتيجة كويسة ولا النتيجة مش كويسة. لو النتيجة كويسة بنعملها في حياتنا، لو النتيجة مش كويسة بنتجنب ده. الاحترام حاجة بنتعلمها، علشان كده لما يعني نقول للولاد الصغيرين او للاجيال الاصغر مننا احترم الكبير، ده بيسموه abstract concept، مفهوم مبهم. يعني ايه؟ يعني اعمل ايه؟ يعني اقول ايه؟ ومش هيقدر يقدم هذا الاحترام الا اذا شاف قدامه ازاي شخص بيحترم شخص اخر. احنا نفسنا مش هنعرف معنى الاحترام للذات
إلا لما شخص يورينا هذا الاحترام. أحكي لكم قصة صغيرة، يمكن كنت قلتها في بوستات على الفيسبوك في أكتر من مناسبة، عن شخص بحبه جدا 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 الله يرحمه، جوز عمتي. أنا كنت بقوله يا جدو، جوز عمتي بيه راجل جونتي، اللي هو بالانجليزي يعني جنتلمان، راجل رقيق نبيل، بيعرف ازاي يتعامل، بيعرف ازاي يتكلم، بيعرف ازاي يفرض حضوره. ومن وانا صغيرة قوي كنت بروح عند عمتي، وكنت ببات عندها، وكنت بقضي معاه ساعات طويلة نتكلم ونحكي، ويحكي لي من الماضي. والوقت ده علمني حاجات كتيرة قوي. ففي مرة خدني جروبي، عارفين جروبي اللي في مصر الجديدة؟ في منه اعتقد في وسط البلد، بس انا ما روحتوش، انا روحت معاه لامريكان. ففي جروبي يمكن كان عندي 5 سنين، مش اكتر من كده، ماكسيمم 6، لان في 6 سنين دخلت المدرسة، فما بقيتش اروح لهم كتير زي الاول، زي اول 5 سنين. ومن وانا صغيرة قوي، يمكن من سنة ونص، كانت جدتي ام بابايا موجودة معانا، فلما كانت بتروح عند عمتي كانت بتاخدني معاها. ففي اليوم ده انا فاكرة، انا وهو، حتى فاكرة الفستان اللي انا كنت لابساه. انا من الناس اللي عندها ذاكرة غريبة كده، احيانا ما بيبقاش شيء كويس قوي، بس هو ده اللي انا بتعامل معاه. رحنا جروبي وقعدت على الكرسي، طبعا رجليا قصيرة، فقعدت اهز رجليا، ودي كانت عادة عندي يمكن لغاية دلوقتي، لما بقعد على كرسي ورجلي اقدر ارفعها شوية من على الارض تلاقيني اهز رجلي. فلقيته بيقول لي: انتي هانم، اقعدي قعدة الهوانم. طبعا مش فاهمة، قال لي: بطلي تهزي رجليكي، ثبتيها. جه الجرسون فبيسأله هيشرب ايه، فراح بصله كده وقال له: اسأل الهانم تاني مرة. فالجرسون بصلي وسألني اخد ايه، طلبت تقريبا ايس كريم، كنت دايما بطلب معه ايس كريم، فكان يعني دايما يطلب حاجة زيادة مع الايس كريم، حط لها عليه شوكولاتة، حط لها عليه مارون جلاسيه، كان في الامريكان دايما يطلب لي ايس كريم بالمارون جلاسيه. ف انا فاكرة تشاش ان انا سألته يعني ايه هانم، انت بتقول عليا هانم، انا حنان. وان هو كلمني يعني ايه هانم، انا مش فاكرة بالظبط اللي قالهولي، لكن فاكرة ان ايه ده، الناس لازم تتعامل معايا بشكل معين، وانا لازم اقعد قعدة معينة، انا لازم اتصرف بشكل معين. طبعا بعد فترة، يمكن في فترة المراهقة، كان في الفترة الريبيليون، اللي هي فترة التمرد على الأعراف والتراديشنز والتقاليد واللي مفروض واللي لازم والكلام دوة. لكن كان في بيز قوي، كان في أساس قوي إزاي حنظر لنفسي، وإزاي هسمح للآخرين يتعاملوا معايا. ويمكن بعد شوية لما كبرت وابتديت أقرأ، اتعلمت إن إحنا اللي بنعلم الآخرين إزاي يتعاملوا معانا، بما نقبله وبما لا نقبله. لو حد كلمني بطريقة زعلتني، ضايقتني، لكن أخفيت المشاعر دي، ما أقدرش ألومه لو كررها تاني. لو حد خني أو خان ثقتي فيه وأنا مشيتها، برضو ما أقدرش ألومه لو خني تاني وخان ثقتي فيه تاني. لو حد عمل لي حاجة من غير ما يشكرني، ومن غير ما يحس او انا احس ان هو حاسس من جواه بالابريشيشن، بالتقدير للي انا بعمله، وانا برضو مشيتها عادي،
ما اقدرش الومه لو اعتبر ان تصرفي ده او فعلي ده حق ليه، واجب عليا مفروض اعمله ولازم اعمله. فانا عملت قبل كده فيديوهات على الاحترام، وهحط لكم اللينكات بتاعت الفيديوهات دي لانها يعني مهمة قوي قوي قوي. ممكن نحب بعض، جارتي تحبني ما تحبنيش، لا، لكن يوم ما تحترمنيش هتبقى جيرة وحشة. الزوجين قاعدين مع بعض، بيحبها ما بيحبهاش، بيعرف يحب اصلا او ما بيعرفش، هي بتقدره ما بتقدروش، الكلام دوه، لكن يوم ما يقع الاحترام انهار الزواج. علاقات العمل نفس الحكاية، ممكن يكون زميلي يعني بيتباسط وبنضحك مع بعض وبنتكلم والكلام دوه، يوم ما بيقع الاحترام العلاقة ممكن تتقلب لحاجات وحشة. مديري بيديني أوامر، بيعنفني لما أعمل حاجة مش كويسة، لما أتأخر، الكلام ده كله، لكن لو ما احترمنيش هتبقى وظيفة من الجحيم. العلاقات الإنسانية اللي بيقع فيها عمود الاحترام بتتهد. احترامي لنفسي، وهنا بقى اللي اتعلمته بقى من جد محمد الله يرحمه، اللي هو جوز عمتي، كان كل حاجة يربطها بالاحترام. كان راجل شيك وكان بيحب اللبس الحلو، كان يحب هدومه تبقى نظيفة ويبقى مكوي وتبقى هدومه مكوية وجميلة. كان دايما دايما يقول الراجل اللي ما بيلبسش هدوم نظيفة ومظهره لائق انسان ما بيحترمش نفسه. دايما كان يستخدم كلمة راجل هزق عشان يتكلم عن الناس اللي هي في نظره مش محترمة. الراجل اللي بيعلي صوته راجل هزق. ليه؟ لأنه بيطلب الاحترام بالجعجعة. الراجل اللي بيشتم بالنسبة له كان راجل هزق. كان دايما يعترض على بعض الناس اللي كانوا بيشتموا شتايم وحشة، وبيستخدموا السباب وألفاظ السباب بعمال على بطال. فكان يقول لي على فكرة ده مش راجل كويس، ده راجل هزق. اللي عمال على بطال بيشتم وبيستخدم ألفاظ مش حلوة، ده راجل هزق. يعني كان في ناس معينة لما كانت تيجي سيرتها كان يقول لي عشان ينبهني للحاجة اللي مش كويسة اللي أنا مش مفروض أعملها. الراجل الكذاب بالنسبة له كان راجل هزق، لأنه دايما دايما كان يقول لي إن الكذاب ده راجل ضعيف، لأن إحنا بنكذب عشان إحنا خايفين من العقاب أو عايزين ناخد مكسب مش من حقنا، لأنه لو من حقنا مش مضطرين نكذب ليه. فالراجل الكذاب بالنسبة له راجل هزق. من ضمن الكذب أنا بعتبر المبالغة. تلاقي كده في قاعدة من القعدات وواحد عمال يحكي ويفخم في الكلام اللي بيقوله، ويحكي كلام ملوش أي لازمة، وتلات أرباع اللي قاعدين عارفين إن الكلام اللي هو بيقوله ده مش صح، ده برضو راجل هزق مش محترم. الست اللي كل قعدتها بتتكلم على فلانة وعلانة وترتانة وما بتخليش بقى يعني لا بتحترم قرابة ولا بتحترم زمالة ولا بتحترم جيرة ولا بتحترم أي حاجة، دي ست هزق، ست غير محترمة، لأنها بتحارب بضعف، بتتعامل مع أنها تبان قوية، لا دي مش قوة، ده ضعف في الشخصية وضعف في جواها، في خلل، في حاجة خاربة من جوه. عشان كده كل فترة لازم أوقف نفسي كده، تعالي هنا، ما أنا أصلي بحكي قصص كتير،
ودايما بستخدم القصص عشان ادلل على وجهة النظر اللي انا عايزة اوصلها، لان ده احسن حاجة. حتى في البيزنس، في البيزنس لما بنيجي ندي برزنتيشن لازم لازم نحبك قصة، نجيبها في قصة. كان في كيس ستادي من الحاجات اللي احنا دايما كنا بندرسها في البيزنس، محل مجوهرات وعايز يعني يزود الماركتينج بتاعه، يزود التسويق والمبيعات بتاعته، طب يعمل ايه؟ والماركتينج مانجر بتاعه مدير التسويق قرر انه يحكي قصة المجوهرات اللي عنده. المجوهرات دي راحت فين، سوري جت منين، والفص مثلا الالماس ده او اللولياية دي جت منين، ومين اللي عملتها، ومين وايه الايدين اللي لمستها، ومين الجواهرجي اللي صقلها، وراحت لمين؟ راحت لعروسين لسه بيبتدوا حياتهم، راحت هدية لأم كنوع من التقدير لدورها، راحت لزوج بيحتفل بمراته، راحت لكذا، راحت لكذا. فحياتنا كلها قصص، وأسهل حاجة بتخلينا نقع في النميمة ونبقى بقى راجل هزق وست هزق، النميمة، إن احنا نحكي قصة. عشان كده حاولوا القصص اللي تتكلموا فيها تكون مبهمة، ما تعرفوش الشخص، ما تعرفوش الإنسان اللي بتتكلموا عنه، ما تقولوش عنه بالاسم، ما تقولوش فيه صفات تخلي الشخص اللي بيستمع للحوار يعرف انت بتتكلم على مين. فنرجع تاني بقى لموضوع الاحترام، ازاي احترم نفسي، ازاي احترم ذاتي. ببساطة كده، فكر في شخص انت بتحترمه، وفكر هذا الشخص بيتكلم ازاي، بيتعامل ازاي. احكي لكم بقى على واحدة اسمها ديتا فونتيز. ديتا فونتيز دي واحدة راقصة بورليسك، ستريبر، يعني بتطلع كل يوم على المسرح تقلع هدومها حتة حتة. هل دي شخصية تحترم؟ يعني اعتقد ان يعني دي مهنة مش حلوة. طب ازاي، ليه ازاي انا بذكرها مثل عشان احنا نعجب بيها؟ يعني لا، عشان ازاي رغم مهنتها الفظيعة دي، واحدة بتطلع كل يوم على المسرح تتعرى حتة حتة، ومع ذلك ليها قدر كبير قوي 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 من الاحترام. لما عرفت عنها اول مرة بصراحة قلت ايه ده، كانت يعني كان مكتوب عنها في مقال من المقالات عن الستات المؤثرات، ازاي واحدة كل يوم بتطلع تتعرى ويتكلموا عنها بالاحترام ده، لا 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 في حاجة مش مظبوطة. فابتديت ادور عليها واشوفها، لقيت ان بتتكلم ازاي، بتلبس ايه. هي بتطلع تتعرى كل يوم على المسرح، دي مهنتها زي الرقاصة بالظبط، هي رقاصة. لكن في حياتها الخاصة بتتكلم ازاي وبتلبس ازاي وازاي بتتصرف وبتتعامل، بتقبل ايه وما بتقبلش ايه. قارنتها بواحدة مثلا زي فيفي عبده، دي رقاصة ودي رقاصة، لقيت ان دي ليها احترام، لكن دي لا ملهاش اي احترام خالص، بدليل ان زماننا الوحش، في كتاب اسمه زمن فيفي عبده، فعشان بيدلل على الزمن الوحش وعلى الفساد وعلى الحاجات الوحشة، خدها ايقونة للعصر الفاسد. ابتديت اقارن بينهم بقى، لقيت الكلام مختلف، لقيت الفكر مختلف، لقيت الافكار اللي دي بتتكلم عنها واللي دي بتتكلم عنها مختلف، دي رقاصة ودي رقاصة، لكن الاتنين حياتهم مختلفة. دي مخليه حياتها خاصة، ما بتتكلمش على الأمور الخاصة، ما بتتدلعش دلع مبتذل، مع انها على المسرح بتتدلع لأنه جزء من وظيفتها.
طبعا لما جبت المثال ده يعني كنت مترددة ازاي اقوله، هيبقى شيء يعني مزعج قوي ازاي ان انا اجيب امثلة من رقصات، لكن لقيت ان هو الدليل. ما هو احيانا بنحتاج ان احنا نستخدم حاجة تعمل شوك، حاجة تعمل صدمة. واحدة مثلا زي تحية كاريوك، بلاش اللي هي الراقصة الأمريكية، خلينا تحية كاريوكا وفيفي عبده. تحية كاريوكا لا، كان ليها احترام، كان ليها وضع، لكن التانية لا. ليه؟ لأن عمر ما شفت لقاء أو حوار لتحية كاريوكا بتتكلم فيه كلام مبتذل، بتتكلم فيه كلام أهبل، بتتكلم فيه كلام جاهل، مع إن دي مش متعلمة ودي مش متعلمة. اعتقد ده هيبقى مثل واضح جدا، دي مش متعلمة ودي مش متعلمة، لكن الطريقة اللي تحية كاريوكا بتتعامل بيها واللي بتظهر نفسها بيها واللي حتى في لقاءاتها بتبقى لابسة ايه وبتتكلم ازاي مختلفة تماما عن المثال التاني. دي بتتكلم بطريقة مبتذلة، أفكار عبيطة، وهية، هبلة، مش محترمة سنها، مش محترمة حاجة، حتى قيمة، مش عاملة قيمة لنفسها. لكن تحية كاريوكا كانت عاملة قيمة لنفسها. ما بقولش إن إحنا نروح نقلد تحية كاريوكا أو نقلد حد، لكن أنا حبيت أوريكم إن رغم شخص ممكن نعتبره بيعمل مهنة مش محترمة، إلا إنه الناس ما كانتش بتتعامل معاه بقلة احترام. ليه؟ لأن في احترام من جوه هذا الإنسان. تبص تلاقي في شخص مثلا في المكتب عندنا، كان في ستات كتيرة بتيجي كل يوم تنظف، كل تقريبا بيقسموهم ورديات. فكان في واحدة ست كانت بتيجي، كان لبسها دايما نظيف، ودايما مشيتها نظيفة، ودايما لابسة جوانتيات في ايديها، ودايما حاطة ميك اب خفيف ولطيف، ولما بتيجي تتعامل بتتعامل برضو كده، تحس ان هي محترمة مع ان هي مجرد انها عملت نظافة. لكن كلنا كنا بنحترمها وكنا بنحاول ان احنا نتكلم معاها، لانها كمان غير انها كانت يعني ست شكلها مختلف وكلامها كمان كان مختلف. النهاردة حسيت ان الموقف اللي حصل وانا صغيرة في جروبي مع جوز عمتي كانت نواة او البداية في ان انا افهم معنى الاحترام ومعنى يعني ايه ده. اسأل الهانم، ان انا هانم ولازم اتعامل على هذا الاساس، وقبل ما اطلب من الاخرين ان هم يعاملوني على هذا الاساس اتعامل انا مع نفسي على هذا الاساس. كل واحد فينا يبص لنفسه في المراية ويشوف نفسه شكله ايه. اتكلموا، سجلوا لنفسكم بتتكلموا ازاي، واعرفوا الناس بتشوفكم ازاي. لو انتي حاسة ان جوزك مش بيحترمك، فكري كده، هو ليه مش بيحترمني؟ ايه التصرفات اللي انا بتهاون فيها؟ ايه الحقوق اللي ليا اللي انا بتهاون فيها؟ خدوا بالكم ان احنا دايما بنفقد الاحترام لما بنتهاون، لما بنتهاون في شيء بنفقده، لما بنتهاون في شيء وحش، يعني لما بنتهاون في شيء كويس بنفقده، لما بنتهاون في شيء وحش بيبقى جزء من حياتنا. واحدة مثلا جوزها بيكلمها بطريقة وحشة وهي إيه، لا اصل هو طبعه كده، لا هو اصله طبعه كده. طب هو بيكلمك بطريقه وحشه ليه؟ يمكن مش طبعه، يمكن انتي بتعملي حاجه
فيها تهاون مثلا في بيتك مع أولادك، في علاقتك بأسرته، فده بيخليه يغضب من جوه فيبتدي يتعامل معاكي بشكل وحش. أو بالعكس، انتي ست زي الفل شكلا وموضوعا وتعاملا ومع أولادك وفي بيتك وفي كل حاجة، لكن مرة جرب يكلمك بالشكل ده ومشيتيها، المرة التانية مشيتيها، المرة التالتة بقت أمر واقع خلاص. ومش صعب على فكرة، لا مش صعب، مش too late، مش متأخر ان احنا نقف، ما فاتش الوقت لسه ان احنا نقف ونقول لا انا عايز اكتسب الاحترام. السنين اللي فاتت ممكن تكوني عندك 60 سنة، 70 سنة، 50 سنة، 40 سنة، whatever، او 10 سنين او 20، والسنين اللي فاتت مش حاسة ان انتي بتعاملي بالاحترام اللي انتي نفسك فيه. It's never too late، لسه ما ضاعش الوقت، ما دام انا ليا ربنا سبحانه وتعالى اذن لي بيوم حتى زيادة عيش على هذه الارض، ويوم زيادة في الحياة، انا من واجبي ان انا اقدر هذه النعمة واعيش اليوم ده كأسعد إنسانة وكأحسن، في أحسن صورة وفي أحسن حال. نقف وقفة ونقول هل أنا بحترم نفسي؟ دايما البداية بتبقى من جوه، من جوه في إيه؟ هل أنا بحترم نفسي؟ هل أنا بتعامل مع نفسي التعامل اللي يعني يحمل التقدير لذاتي؟ لا، ايه اللي ناقص؟ كذا وكذا وكذا وكذا. طيب الاخرين، الناس اللي هي بتضايقني، اللي مش بتتعامل معايا كويس، ليه بيتعاملوا معايا كده؟ هل سبب فيهم ولا سبب فيا؟ طيب لو سبب فيهم ازاي اوقف ده عند حده؟ طب لو سبب فيا ازاي اغيره؟ النهارده حسيت ان من اللحظات الفارقة في حياتي لحظة طفلة صغيرة عندها 5 سنين، شخص كبير قد جدها علمها يعني ايه الاحترام، وخلاها تبتدي الاحترام من جواها لما قال لي بطلي تهزي رجليكي وقفي ثابته. اعتقد ان ده علمني يعني ايه ان انا اعتز بنفسي. هفضل طفله برضو وكل حاجه، وكل ما تجيلي الفرصه ههز رجليا، بس مش ده هيبقى طبيعتي، دي هتبقى لحظات كده بسرقها عشان استمتع شويه، لكن مش هي دي هتكون طبيعتي على طول. مش لما الناس تفكر فيا تقول حنان اللي ما بتقعدش على بعضها. طريقه الكلام، الافكار، الشغل اللي بنعمله على نفسنا، يعني بثقف نفسي ازاي، بتعلم ازاي، بشتغل ازاي، كلمتي. النبي عليه الصلاة والسلام كان معروف انه الصادق الامين، صدقه وامانته هما اللي جابوا له الاحترام. كان معروف برضو عنه انه كان بيبعد عن مجالس اللهو واللي الشباب بيروحوها في الوقت ده. ليه؟ ده برضو جاب له الاحترام. ليه؟ عشان ما يحطش نفسه في موضع شبهة. فالنهاردة كده خلونا نستغل الوقت ده ونفكر في المواقف اللي عدت في حياتنا اللي الناس فيها احترمتنا او الناس فيها لم تحترمنا، ونحللها شوية شوية، ونعرف ونفهم ونوصل لمعادلة، معادلة خاصة بي أنا، إزاي هرجع أكتسب الاحترام تاني. وقبل ما أنهي الفيديو، معلش أنا طولت عليكم، لازم نعلم ولادنا الاحترام، لازم نحترمهم، عشان قلتلكم إحنا كبشر بنتعلم بالتقليد، لازم نحترمهم ونحترم الناس التانية قدامهم عشان يعرفوا. لو عايز ابنك يقولك لو سمحت، قوله لو سمحت.
لو عايز ابنك يقولك شكرا قول له شكرا. لو عايز ابنك يتعامل مع مامته كويس اتعامل مع زوجتك كويس. لو عايز ابنك يقرب من باباه احترمي باباه وما تقوليش اي حاجة وحشة على باباه قدامه، حتى لو انتوا مطلقين، حتى لو انتوا بينكم ما صنع الحداد. لو انت عايز ابنك يلبس كويس البس كويس. لو عايزة ابنك او بنتك تبقى يبقوا نضاف خليكي نظيفة. لو عايزة ابنك او بنتك يعملوا السرير بتاعهم خليه يشوفك وانتي بتفرشي السرير. الاطفال بيتعلموا بالتقليد، ازرعوا احترام عشان تجنوا احترام. طولت عليكم معلش. في ناس كتير قوي بتقولي ان قناتي محتاجة دعم، ويعني وازاي قناتك والمحتوى الحلو ده محدش يبقى عارف عنه. يا ريت تساعدوني في ان احنا ننشر هذا المحتوى. اعتقد ان الرسائل اللي انا بقولها احنا محتاجينها في حياتنا، ومحتاجين نلاقي اللي يفكرنا بالحاجات دي شوية شوية. فاذا تقدروا تعملوا لايك للفيديو، اذا تقدروا تعملوا شير للفيديو في اي حتة، على الفيسبوك على الواتساب على اي حاجة من اللي انتوا بتحبوها، تبعتوها للناس اصحابكم وصحباتكم اللي ممكن يستفيدوا من هذا المحتوى. يا ريت كمان تكتبولي في التعليقات ايه موقف حصل في حياتكم وحسيتوا ان انتم محترمين قوي. احب اسمع قصصكم واحب اتعلم منكم، لان لو بطلنا في يوم من الايام ان احنا نتعلم للاسف هنرجع لورا. اشوفكم بكرة ان شاء الله.